يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن مهارة مهمة قوي، اتكلمنا عن مهارة اختيار لغة الخطاب مع شريك الحياة. اقول لكم حاجة، اللي بيتقن اختيار لغة الخطاب مع شريك الحياة، مش هقول لكم اللي هم بيملكوا، ولكن بيفتح باب سعادة عليه وعليه. خد ايد وقلب حبيبك وادخلوا انتوا الاتنين على اوسع ابواب السعادة بكلمة حلوة. ساعات كتيرة جدا جدا ما بنبقاش محتاجين أكتر من كلمة حلوة، بنبقى مش محتاجين غير نظرة حلوة، بنبقى مش محتاجين غير لمسة حلوة. في أوقات كتيرة مش محتاجين غير إن احنا نسمع إن احنا جنبك وإن احنا مش هنسيبك وإن احنا في ظهرك. وأوقات كتيرة ما تبقاش محتاجة غير إن هي هتفضلي طول عمرك أجمل حد في عينيا. وساعتها بنكون بنطبق مراد ربنا وبنكون أقرب ما نكون. كل ما تسمع الناس كلام حلو، كل ما تسمع الناس كلام طيب، أنت فتحت خزائن الطيب على قلبك. يا رب اجعلنا طيبين، واجعلنا كمان مطيبين. اجعلنا طيبين نخرج الكلام الحلو من غير بخل، واجعلنا كمان مطيبين نتكلم بالكلام الحلو بمدد من عندك يا رب العالمين، فيدخل إلى قلوب أحبابنا فتنتشر في قلوبهم أنوار السعادة، فنحيا سعداء بمددك وكرمك، ويكون دوت تجلي من تجليات، وجعل بينهم مودة ورحمة. يا رب اجعلنا من أهل الرحمة، اجعلنا من أهل المودة، اجعلنا من أهل الكلمة الحلوة بفضلك وتوفيقك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين.